الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ننطلق في ملخص في مادة التاريخ الوحدة التعلمية الثانية الخاصة بالثورة الجزائرية، يعني تاريخ الجزائر. راح نقتصر فقط على الثورة الجزائرية بالنسبة لأصحاب شهادة البكالوريا سواء الشعب الأدبية أو العلمية. من خلال هذا الملخص نريد التطرق إلى تعريف الشخصيات بطبيعة الحال، ثم بعد تعريف الشخصيات نحاول إلى مراحل سير الثورة التحريرية، وبعد الانتهاء من مراحل نحاول إعطاء مقال أو مثال أو نموذج حول تاريخ الجزائر. هذا النموذج راح نتكلم على مرحلة حرب الإبادة أو بعد وصول ديغول إلى السلطة. ننطلق في الطريقة سهلة، يعني يحاول الآن التلميذ خاصة في المرحلة الأخيرة في قرابة، يعني بقات لنا أسبوع لانطلاق أو أقل من أسبوع لانطلاق شهادة البكالوريا، يحاول التلميذ الآن الملخصات أو تعريف سهلة للشخصيات سواء في الثورة أو باقي الوحدات التعلمية. إذا نحن نحاول هنا من خلال تاريخ الجزائر إعطاء طريقة سهلة لتعريف الشخصيات الخاصة بالثورة الجزائرية. الآن هنا مثلا في تعريف شخصية نكتب التعريف، إذا طلب منا تعريف شخصية معينة، إذا هذه الشخصية إذا هي ثوري طبيعة الحال جزائري، كان عضو في حركة انتصار الحرية الديمقراطية، شارك في اجتماع 22، ما عدا فرحات عباس المستثنى من هذا التعريف. إذا يستثنى لأنه ما كانش في حركة انتصار، وإنما فرحات عباس عرف بالاتجاه الإدماجي. إذا هنا مثلا نتكلم في الخريطة اللي راهي أمامنا حول التقسيم العسكري للجزائر بعد مؤتمر صمام، لأن التلميذ ممكن يلقى الخريطة قبل مؤتمر صمام. كان عندنا 5 ولايات فقط، الآن بعد المؤتمر أصبحت لدينا 6 ولايات بإضافة الولاية السادسة اللي هي ولاية الجنوب أو الصحراء. إذا هذا التقسيم نكتبه وننطلق بتعريف قادة المناطق الخمسة، مثلا المنطقة الأولى الأوراس مصطفى بن بولعيد، المنطقة الثانية اللي هي الشمال القسنطيني، منطقة أقصى الشرق للقائد تاعها ديدوش مراد، المنطقة الثالثة القبائل الكبرى كريم بالقاسم، المنطقة الرابعة رابح بيطاط العاصمة وضواحيها قائدها رابح بيطاط، والمنطقة الخامسة العربي بن مهيدي، وهران وضواحيها قائدها العربي بن مهيدي. هذو عندهم تعريف واحد، وهو أنه بعد كتاب الثوري الجزائري إلى آخره شارك في اجتماع 22، هذو شاركوا في اجتماع لجنة الستة، شاركوا في اجتماع لجنة الستة. وترأس المنطقة، يعني نكتبوا أنهم أي تعريف من هذه الخمس شخصيات اللي تكلمنا عليهم الآن، دائما يتكرروا شخصية من هذه الشخصيات. إذا هنا التعريف الأول، إضافة إلى أنهم شاركوا في اجتماع لجنة الستة، وأيضا ترأس المنطقة، مثلا على سبيل المثال ديدوش مراد ترأس المنطقة الثانية الشمال القسنطيني. إذا بهذه الطريقة تعريف، إذا التلميذ من بهذه الطريقة راح تكون عنده دراية بالخريطة بالتقسيم الولائي، وعنده دراية إذا من خلال التقسيم الولائي نقدر نعرف هذه الشخصيات. المنطقة السادسة مثلا التعريف تاعها سي الحواس القائد تاعها، سي الحواس لم يشارك في اجتماع لجنة الستة ولكن ترأس المنطقة. إذا سي الحواس ترأس مثلا ترأس المنطقة السادسة اللي هي الصحراء أو الجنوب. إذا هنا نكتب التعريف الأول، شارك في اجتماع 22 إضافة إلى أهم الأعمال. على سبيل المثال هذه إذا أهم الشخصيات اللي تكلمنا عليها، أيضا بعض الشخصيات الثانية التي أوكل إليها المهام بعد مؤتمر الصمام. على سبيل المثال عندنا عبان رمضان ثوري جزائري، مثلا عبان رمضان
نفس التعريف اللي كنا كتبناه من قبل دوري الى اخره، اضافه الى الاعمال تاعو عبان رمضان وهو التحضير لمؤتمر الصومام في 1956. اذا هنا ايضا مثلا زيغود يوسف اذا ثوري الجزائري الى اخره، الاعمال تاعو مثلا قاد هجومات الشمال القسنطيني، هجومات الشمال القسنطيني. في 20 أوت 1955. وترأس اللي حب أيضا يزيد، ترأس المنطقة الثانية بعد وفاة المنطقة الثانية بعد وفاة ديدوش موران. رحمة الله عليه. إضافة إلى مثلا سعد دحلب أو بن يوسف بن خدة، أوكلت لهم نفس المهام بعد مؤتمر صومام، وهي شاركوا في لجنة التنسيق والتنفيذ والتنفيذ بعد مؤتمر الصومام. هذه أهم الشخصيات اللي تتكرر دائما في شهادة البكالوريا، هذا ليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل المثال. هناك مثلا كريم بالقاسم، هناك فرحات عباس إلى آخره، عندنا عدة شخصيات. الآن ننتقل إلى الشخصيات الخاصة بالشخصيات الفرنسية التي لها علاقة بالثورة الجزائرية. إذن هذه الشخصيات الفرنسية عندنا رؤساء الحكومة، انطلاقا من أول رئيس حكومة في اندلاع الثورة هو مانديس فرانس. إذن رئيس الحكومة الفرنسية من جوان 54 إلى فيفري 1900 إلى فيفري 1955 عرفت مرحلته باندلاع الثورة. إذا عندنا الجنسية كما شفنا في تعريف الشخصيات، عندنا فترة الحكم تاعو من جوان 54 إلى غاية فيفري 1950. أما الإنجازات وهو أنه المرحلة تاعو شهدت ما اندلاع الثورة الجزائرية المباركة. عندنا الرئيس الثاني أيضا بعد مانديس فرانس، عندنا إدغارد فور. إدغارد فور رئيس الحكومة الفرنسية في فيفري 55 إلى غاية جانفي 56. فيفري 55 1955 إلى غاية جانفي 56 شهدت مرحلته أو عرفت مرحلته مشروع جاك سوستين، مشروع سوستيل أو مشروع سوستيل أو جاك سوستيل. عندنا أيضا بعد جي موليه، جي موليه رئيس الحكومة الفرنسية جانفي 56 إلى غاية ماي 57
إلى من جانفي 56 إلى غاية ماي أو إلى ماي 57 شهدت مرحلته إضراب 8 أيام. عندنا أيضا إذن من خلال هذا التعريف هنا إذن أعطينا نموذج أو فكرة حول رئاسة الحكومة لأي رئيس حكومة، ثم مع رئاسة الحكومة ذكر أهم الإنجازات. مثلا على سبيل المثال موريس، إذن هنا الفترة تاعه كانت فترة قصيرة، لهذا الإنجازات ما عندوش الإنجازات. أما شارل ديغول عنده أهم إنجازات، عنده إنجازات أنه شارك في الحرب العالمية الثانية إلى آخره. مثلا اللي همنا بالثورة الجزائرية، عرف بمشروع قسنطينة، عرف بسلم الشجعان، عرف بعدة أعمال، وفي عهده استقلت أيضا الجزائر في 1962. إذن هذه أهم الأعمال اللي شارك فيها. أيضا عندنا الجنرالات أو العسكريين التي قادت الانقلاب العسكري على ديغول، إذن هنا تلميذ يتكلم عن العسكري الفرنسي الجنسية، ثم أهم الأعمال تاعو مثلا شارك في الانقلاب العسكري على ديغول في أبريل 1961. عندنا جنرال جاك ماسو، عندنا شارل موريس، عندنا راول سالان. إذن هذه أهم الشخصيات في الشخصيات الفرنسية الخاصة أو التي لديها علاقة بالثورة الجزائرية، وهذا يبقى على سبيل المثال وليس على سبيل الحظر. أعطينا أهم الشخصيات، ثم ننتقل الآن إلى النقطة الثانية. النقطة الثانية إذن حول الثورة الجزائرية أو تطور القضية الجزائرية. إذن هذا الملخص نحاول من خلاله إعطاء ملخص للثورة الجزائرية. بالنسبة للأدبيين، انطلاقا من 1945 الفترة الأولى للتحذير على الثورة، هذه نأكد بأنه لا تخص الشعاب العلمية، لأنهم مباشرة العمل المسلح اللي يبدأ من 1954 بالنسبة للشعاب العلمية. إذن الأدبيين هم اللي عندهم علاقة من 1945. إذن نشوف المراحل. المرحلة الأولى من 1945 إلى غاية 1954 تحضير للثورة والانتقال من المقاومة السياسية إلى المقاومة العسكرية. ثم المرحلة الأولى مرحلة انطلاق الثورة حتى 1956 عفوا، حتى مؤتمر صومام. ثم المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة تنظيم الثورة و 56-58. ثم بعد وصول ديغول إلى السلطة تصبح المرحلة الثالثة التي يطلق عليها بمرحلة الإبادة بسبب السياسة العدائية التي جاء بها الجنرال ديغول، إذن حتى 1960. ثم بعد مظاهرات 11 ديسمبر 1960 واقتناع ديغول بضرورة التفاوض، تأتي المرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة المفاوضات، وبعد المفاوضات بطبيعة الحال تكون استقلال الجزائر. راح نتكلم الآن حول أهم ما ميز المرحلة الأولى اللي هي مرحلة التحضير للثورة. إذن التحضير للثورة انطلاقا النقطة الأولى بالنسبة للأدبيين وهي مجازر 8 ماي. إذن من خلال مجازر 8 ماي عندنا أهم نتائج، عندنا عدة نتائج، ولكن تكلمنا هنا في الملخص حول أهم النتائج، لأنه هنا نأكد أنه هذا الملخص لذكر أهم النقاط ليس لذكر كل النقاط. إذن التأكد من عقم النضال السياسي أو عدم جدوى المقاومة السياسية واحتقان الجماهير ضد الاستعمار الفرنسي أو الكراهية. ثم بعد ذلك تأتي السياسة الفرنسية في إصدار دستور 1947. إذن هذا الدستور الذي تضمن بعض المواد التي تلبي مطالب بيان فيفري، بعض مطالب بيان فيفري 1943، ولكن في حقيقة الدستور يعني يتضح بأنه هذا الدستور خاص أو وضعته فرنسا لحبر على ورق فقط لا يطبق. ثم تأتي بعد ذلك إنشاء اللجنة والتيار الثوري في الاتجاه الاستقلالي للمنظمة السرية في فيفري 1947 بالتحديد 15 فيفري، ثم اكتشاف هذه المنظمة في مارس 1950 بتبسة. بعد ذلك تأتي أزمة حركة انتصار الحرية الديمقراطية في أفريل 53، والتي انجر بعدها انقسام التيار إلى ثلاث، انقسام الحزب إلى مصاليين أو ومركزيين والمنظمة الخاصة أو الثوريين، المنظمة الخاصة أو الثوريين.
إذن هنا الانقسام تاعو كان بعد أزمة حركة انتصار الحرية الديمقراطية، الأسباب والنتائج إلى آخره يعرف التلميذ من خلال الكتاب المدرسي أو الكراس، ثم أخيرا وظهور اللجنة الثورية للوحدة والعمل التي ضمت أعضاء المنظمة الخاصة سابقا أو المنظمة السرية سابقا، هذا في 23 مارس 1954، بعدها اجتماع لجنة 22 في جوان 54، وآخر نقطة وهو اجتماع لجنة 6 في أكتوبر 54، والتي وضعت تاريخ اندلاع الثورة وكتابة بيان أول نوفمبر 1954. هذه المرحلة الأولى لتحضير الثورة التحريرية. المرحلة الثانية وهي مرحلة انطلاق الثورة. مرحلة انطلاق الثورة يؤكد حول التعبئة الشعبية أو توعية الجماهير بضرورة دعم الثورة. إذا التعبئة الشعبية هذه من خلال مثلا نشر بيان فيفري، المزج بين العمل السياسي اللي هي جبهة التحرير الوطني والجناح العسكري اللي هو جيش التحرير الوطني، ثم تأتي أيضا هجومات شمال القسنطيني في 20 أوت 1955 للتأكيد على شمولية الثورة وتكذيب الادعاءات الفرنسية حول أنه ثورة قطاع طرق إلى آخره. أما بالنسبة لفرنسا فهي زيادة عدد القوات، محاصرة منطقة الأوراس، الإعلان عن مشروع جاك سوستيل أو مشروع سوستيل في فيفري 1955. هذه أهم النقاط، تبقى هذه ملخص لأهم النقاط وليس لكل النقاط. إذن هنا التلميذ الآن يؤكد حول أهم النقاط في الملخصات. ثم المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة تنظيم الثورة بعد اندلاع الثورة في 1954، كان ينقصها نوع من التنظيم بسبب التعجيل باندلاع الثورة بعد تأسيس اللجنة الثورية للوحدة والعمل. إذن نقص التنظيم بسبب الوقت أو ضيق الوقت، مخافة من اكتشاف اللجنة الثورية كما اكتشفت المنظمة السرية سابقا. إذن عجل باندلاع الثورة في الفاتح من نوفمبر 1954، لهذا جاء مؤتمر صمام لتنظيم الثورة أو للنظر في يعني ما قدم حققته الثورة وما كيف السبيل لتحقيق مطالب وغايات الثورة بعد مؤتمر الصمام. لهذا يصطلح على هذه المرحلة بتنظيم الثورة. التنظيم هذا في الجانب الداخلي سواء والجانب الخارجي، الجانب الداخلي بإنشاء لجنة التنسيق والتنفيذ، لأركان الجيش وتحديد الرتب إلى آخره. الجناح الخارجي وهو العمل على تدوير القضية الخارجية في المحافل الدولية. ثم يأتي بعد ذلك إضراب 8 أيام في 28 جانفي إلى غاية 4 فيفري 1957. هذا الإضراب الدور تاعه كان أساسي في تدوير القضية الجزائرية. ثم يأتي أيضا بعد ذلك قصف ساقية سيدي يوسف لتأكيد على عدم دعم لأنه في الحدود التونسية، يعني للتقليل من الدعم الخارجي للثورة الجزائرية، واختطاف قادة الثوار أو ما سمي بالقرصنة الجوية في أكتوبر 1956 قادة الثورة في الخارج. أيضا توالي سقوط الحكومات الفرنسية، هذا ما ميز هذه المرحلة الثانية اللي هي مرحلة تنظيم الثورة. وشفنا في تعريف مصطلحات الخاصة بالحكومات بأنه سقطت 6 حكومات في هذه المرحلة. إذن ثم المرحلة الرابعة اللي هي مرحلة الإبادة، اصطلح عليها بسبب سياسة ديغول بعد تمرد 13 ماي 1958 ووصول ديغول إلى الحكم. إذن بوصول ديغول إلى الحكم أصدر عدة مشاريع، منها الإغرائية ومنها مشاريع عسكرية. نلقاو مثلا على سبيل المثال، إذن هنا النقطة الأولى، قيام الجمهورية الفرنسية الخامسة التي ترأسها ديغول في جانفي 1959. بعد وصول ديغول إلى الحكم أعطيت له عدة صلاحيات، منها إذن نلقاو مشروع قسنطينة، أيضا مشروع سلم الشجعان، استفتاء تقرير المصير 1959 للشعب الجزائري وزورت النتائج. إذن هذه كامل سياسة ديغول تجاه الثورة، إضافة إلى المحتشدات، المناطق المحرمة، تعزيز الخط العسكري شالبي موريس إلى آخره، العملية التمشيط مثل الأحجار الكريمة إلى آخره. إذن هذه نلقاها في سياسة ديغول تجاه الثورة التحريرية. في آخر نقطة في هذه المرحلة وهي مظاهرات 11 ديسمبر 1960 في الجزائر للتعبير الشعب الجزائري عن رفض
سياسة ديغول، رغم أنه سياسة ديغول هدفت لإنشاء القوة الثالثة أو لإنشاء اتجاه ثالث في الثورة الجزائرية للتفاوض مع السلطات الفرنسية دون جبهة التحرير الوطني، يعني مثلا ما صرح عليه بالطاولة المستديرة هذا. ثم المرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة المفاوضات بعد اقتناع ديغول بطبيعة الحال بفشل السياسة العسكرية وسياسة الإغراء بعد مظاهرة 11 ديسمبر، أيضا تأتي مظاهرات 17 أكتوبر 61 بفرنسا وبالمهجر وللتعبير عن رفض سياسة ديغول. إذا اضطر ديغول إلى دخول المفاوضات مع الطرف الجزائري، هذه أهم المفاوضات. عندنا مفاوضات كيمولي، عندنا عفوا مفاوضات إيفيان الأولى ومفاوضات إيفيان الثانية. وأيضا من أسباب دخول ديغول إلى الحكم وهي خوف من أو تخوف من دخول الحرب الأهلية بطبيعة الحال. إذا هنا بسبب الانقلاب العسكري الذي كان ضده في أفريل 1961، إذا ودخلت فرنسا في مفاوضات توجت بطبيعة الحال باستقلال الجزائر في 5 جويلية 1962. هذا ملخص حول أهم أحداث الثورة الجزائرية، وهذه الأحداث ليست على سبيل الحصر، وإنما دائما نعاود نأكد أنه هذا ملخص لذكر أهم الأسباب. هناك بعض الأسباب الأخرى ولكن هذه أهم الأسباب. الآن ننتقل للعنصر الثاني وهو رد فعل الاستعمار الفرنسي ضد الثورة الجزائرية. طبيعة الحال شفنا بأنه رد الفعل كان على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي. رد الفعل المستوى الداخلي انقسم إلى عدة نقاط، أهمها نلقاه مثلا على سبيل المثال الإجراءات العسكرية، وهي مضاعفة عدد القوات الفرنسية وتكثيف العمليات العسكرية وخاصة في منطقة الأوراس باعتبارها المنطقة التي اندلعت فيها الثورة التحريرية في الفاتح من نوفمبر 1954. أيضا الإبادة الجماعية، الأرض المحروقة، سياسة المحتشدات، التعذيب، الهدف الأساسي وهو فصل الثورة عن الشعب. أيضا فرض حالة الطوارئ والمكاتب الرصاص سنة 1955، الهدف الأساسي أيضا وهو تجويع الشعب الجزائري كي يتخلى على الثورة التحريرية. وأيضا غلق الحدود بخط شال ثم موريس في المنطقة الشرقية، خط شال كان في الجهة الشرقية والغربية وخط موريس كان فقط في الجهة الشرقية لمنع وصول الإمدادات أو عزل الثورة عن الخارج. أيضا سياسة الإغراء وهي مشروع جاك سوستيل في فيفري 1955. مشروع جاك سوستيل يتضمن مساعدات للجزائريين في الجانب الاقتصادي، هدفه خلق قوة ثالثة أو جزائريين يؤمنون بتواجد الفرنسي في الجزائر. أيضا مشروع قسنطينة في 3 أكتوبر 1958، وفي بعض المراجع نلقاه في 23 أكتوبر، إذن لأنه أعلن عن المشروع وابتدأ العمل به في 1959. إذن مشروع قسنطينة أيضا مشروع إغرائي لنفس الهدف لمشروع جاك سوستيل، وهو خلق قوة ثالثة جزائرية تؤمن أو تدافع، خلق قوة ثالثة تدافع عن الوجود الفرنسي في الجزائر، عن الوجود الفرنسي في الجزائر، غير أن هذه المشاريع فشلت. إذن أيضا عندنا سياسة المناورات السياسية مثل القوة الثالثة من العملاء، الهدف الأساسي من المشاريع الاقتصادية وهي هذه القوة الثالثة. أيضا استفتاء الجمهورية الخامسة في 1958، سلم الشجعان، مشروع تقرير المصير. إذن رغم أنه زورت هذه الانتخابات لصالح الفرنسيين، إذن هذه كامل سياسة فرنسية بهدف القضاء على الثورة التحريرية. أيضا لدينا أهم مشاريع وهي مشاريع التقسيم. إذا مشاريع التقسيم عندنا ثلاث مشاريع، مشروع تقسيم الشمال إلى ثلاث مناطق في 1957، قسنطينة، العاصمة ووهران. أيضا مخطط فصل الصحراء في 57 بعد اكتشاف البترول في الجنوب، ومخطط تجميع المستوطنين في 1961، ولكن هذه المخططات أو الاقتراحات فشلت بسبب إصرار جبهة التحرير الوطني حول ضرورة وحدة التراب الوطني.
على المستوى الخارجي، ننتقل للنقطة الثانية اللي هي على المستوى الخارجي. إذا فرنسا في المستوى الخارجي اعتمدت على عدة أساليب، أهمها الجانب السياسي بطبيعة الحال في المحافل الدولية، اعتبار حق أبو الجزائر شأن داخلي يخص الشأن الفرنسي، قضية داخلية تخص الشأن الفرنسي، واستخدام في ذلك حق الفيتو لعدم تدخل هيئة الأمم المتحدة في هذه القضية، أيضا المساعدة في حل مشاكل الدول المجاورة ببغية عزل الثورة الجزائرية، مثل إعطاء الاستقلال الذاتي لكل من تونس والمغرب الأقصى في 1956. أيضا نجد بعض الممارسات أو بعض الأفعال التي كانت فعلتها فرنسا، مثل القرصنة الجوية أو اختطاف قادة القادة الخمسة في 22 أكتوبر 1956، شفناهم في الملخص. أيضا القرصنة البحرية للسفن والعدوان الثلاثي على مصر وقصف ساقية سيدي يوسف في الحدود التونسية الجزائرية. العدوان الثلاثي أيضا الهدف الأساسي وهو بسبب دعم مصر للثورة الجزائرية، وأيضا قصف ساقية سيدي يوسف كي يمتنع التونسيين أو الإخوة التونسيين عن دعم الثورة الجزائرية. أيضا الاستعانة بالخارج خاصة حلف الناتو من خلال الأسلحة، أيضا استخدام مرتزقة من إفريقيا وآسيا للقضاء على الثورة التحريرية، ومنح العديد من الدول الاستقلال بهدف التفرغ للقضية الجزائرية. إذن أيضا عندنا من الأساليب في الأخير استنتاج عدم جدوى المخططات الفرنسية بسبب النفقات الباهظة والإصلاحات التي فشلت في آخر الأمر. أيضا فشل الحكومات في الحلول وتوالي سقوط هذه الحكومات الفرنسية، 6 حكومات خلال 3 سنوات. أيضا تمرد المستوطنين في 13 ماي ثم في أبريل 1961. إذا الهدف الأساسي وهو القضاء على الثورة الجزائرية. في الأخير رضوخ فرنسا للتفاوض وقبولها لكل الشروط الجزائرية بما فيها وحدة التراب والشعب الجزائري، وهذا أهم أحداث الفرنسية بالنسبة للثورة الجزائرية. إن شاء الله من خلال هذا الملخص نكون تناولنا أهم مراحل الثورة الجزائرية. النقطة الثالثة والأخيرة وهي مقال في الثورة الجزائرية. كما شفنا المقال في الحرب الباردة، إذا يجب على التلميذ قراءة المقدمة أو السند، ثم بعد قراءة المقدمة يجب تحديد الإطار الزمني أو تاريخ الحدث المطلوب، بعدها الإجابة. إذا نقرأ المقدمة: انطلقت الثورة الجزائرية بقليل من الإمكانيات المادية والبشرية التي تمثلت في حوالي 3000 مجاهد وأسلحة بسيطة، إضافة إلى قلة الأموال ونقص المؤونة، وانتشرت بهجمات الشمال القسنطيني. المقال: اكتب مقالا تاريخيا تبين من خلاله ظروف هجومات الشمال القسنطيني، أهداف ونتائج هذه الهجومات. إذا الحدث المطلوب هنا وهو هجومات الشمال القسنطيني. إذا الحدث المطلوب وهو الهجومات الشمال القسنطيني. إذا يجب تحديد التاريخ تاعهم وهو 20 أوت 1956، 55 عفوا. إذا الهجومات الشمال القسنطيني، إذا هنا حددنا التاريخ تاعهم. إما المقدمة يعطونا فيها تاريخ، هما يعطونا تاريخ الحدث، أو يعطونا مصطلح أو فكرة تدل على تاريخ، اللي هي مثلا هنا هجوم الشمال القسنطيني في 20 أوت 1955. إذا نبدأ بالنقطة الأولى وهي المقدمة. المقدمة نصف نقطة، المقدمة نصف نقطة على الخاتمة، 3 نقاط على صلب الموضوع. إذا نبدأ بالمقدمة، مثلا نكتبها دائما حول الفترة هذه الزمنية أو الفترة التي سبقت هذه الفترة بقليل. إذا بعد تفجير الثورة المسلحة والإعلان عن بيان أول نوفمبر الذي حدد مبادئ ووسائل وأهداف الثورة، إذا قامت هجومات الشمال القسنطيني في 20 أوت 1955 التي استهدفت مراكز العدو. ما هي ظروف وأهداف هذه الهجومات؟ هذه المقدمة ذكرنا فيها الفترة اللي سبقت هذه الهجومات بفترة زمنية قليلة، مع طرح الإشكالية. يجب على التلميذ عفوا طرح الإشكالية أو السؤال،
والانتهاء بعلامة استفهام. المطلوب نبدأ بظروف هجومات الشمال القسنطيني. عندنا الظروف تعرفوا بأنه بعد بداية الثورة كان هناك حصار فرنسا حول منطقة الأوراس، إذا هذا ظرف أساسي وهو الحصار المفروض من الاستعمار على منطقة الأوراس والإعلان عن حالة الطوارئ. أيضا استشهاد بعض القادة مثل ديدوش مراد 18 جانفي 1955، في قائد المنطقة الثانية، اعتقال قائد المنطقة الأولى اللي هو مصطفى بن بلعيد في فيفري 1955، ربح بيطات في مارس 1955. إذا أيضا سعي الحاكم العام جاكس وستيل لبعث مشروع للإغرائي في منطقة الجزائر في فيفري 1955 بهدف إسكات أو كسب سكان الجزائر، وكما سمي بعد ذلك بخلق القوة الثالثة أو الجيل الذي يؤمن ويدافع عن الوجود الفرنسي. أيضا قاد هذه الهجومات زيغود يوسف الذي تولى بعد وفاة ديدوش مراد قاد المنطقة الثانية اللي هي شمال القسنطيني. إذا واستهدفت مراكز الجيش والشرطة، وكانت في وضح النهار للتعبير عن مدى تنظيم وقوة الثورة التحريرية، وأن ولتكذيب ادعاءات الفرنسية حول ثورة ظروف اجتماعية وثورة فئة قليلة أطلق عليهم بقطاع الطرق بالنسبة للاستعمار الفرنسي. هذه أهم الظروف اللي تناولناها أو اللي جات فيها الثورة أو هجومات عفوا الشمال القسنطيني. الظروف اللي تكلمنا عليها هي ظروف محلية في الجزائر. سؤال ثاني، أهداف الهجومات والنتائج. إذا أهداف ونتائج الهجومات، إذا النقطة الأساسية هي بطبع الحال مدى جاء في مرحلة أنه الحصار على منطقة الأوراس. إذا الهدف الأساسي وهو فك الحصار على منطقة الأوراس، الحصول على الأسلحة بطبيعة الحال لأنه اندلعت بأسلحة بسيطة جدا، تفنيد أو عفوا تكذيب ادعاءات وإشاعات العدو حول ثورة قطاع طرق وثورة ظروف اجتماعية إلى آخره، القضاء على أي تردي في الالتحاق بالثورة خاصة بعدما جاء مشروع جاكس وستيل، وأيضا المترددين اللي بقوا مترددين في الالتحاق بصفوف جيش التحرير الوطني، التضامن مع الشعب المغربي لأنه تزامنت مع الذكرى الثانية لنفي الملك محمد الخامس، أيضا تدويل القضية أو العمل أو السعي إلى تدويل القضية الجزائرية خاصة في الدورة العاشرة للجمعية العامة في الأمم المتحدة في 30 سبتمبر 1955. التلميذ إذا بالذكاء تاعو بطبيعة الحال، الأهداف هما نفسهم، النتائج إذا الأهداف المسطرة فك الحصار بطبيعة الحال، أنه الحصار مبقاش مفروض على منطقة الأوراس لأنه انتشرت الثورة في باقي المناطق وتوزع الجيش الفرنسي، أيضا التأكيد على قوة الثورة الجزائرية وتكثيف الادعاءات الفرنسية حول ثورة قطاع طرق ظروف اجتماعية إلى آخره، أيضا انطلاق الثورة بالولاية الرابعة بهجومات أكتوبر 1955، أيضا نقل الثورة من الأرياف إلى المدن لأن الثورة اندلعت في الأوراس في المنطقة الغابية ثم اندلعت إلى مراكز العدو في هجومات الشمال القسنطيني في المدن، أيضا مضاعفة القوات الفرنسية، هذه نتجت بالنسبة للفرنسيين لأنه تضاعفت القوات الفرنسية من 400,000 جندي، إذا راح ضحيتها حوالي 1200 شهيد بالمقابل مقتل حوالي 123 فرنسي. إذا هنا هذه الخسائر اللي تكبدها الثورة أو المجاهدين في صفوف جيش التحرير الوطني خلال هذه الهجومات. أخيرا ننتقل للعنصر الأخير في المقال وهو كتابة الخاتمة. الخاتمة في الثورة الجزائرية، قد تتشابه الخاتمة حول الثورة الجزائرية، يعني التلميذي يبين من خلالها بأنه نجحت الثورة وفشلت فرنسا في القضاء على هذه الثورة المباركة. مثلا فإنه على الرغم من الإجراءات العسكرية والسياسية التي قامت بها فرنسا في هذه المرحلة، فإنها لم تقلل من عزيمة الثورة بل زادتها إصرارا على التحدي والتصدي، وتوجت باستقلال الجزائر في 5 جويلية 1962. إذا يبقى هذه الخاتمة على سبيل المثال، ممكن نجد خاتمة أخرى. إذا هنا هذه خاتمة خاصة بالثورة الجزائرية، التلميذ في الخاتمة نأكد أنه ما يكتبش سطر أو سطر ونصف، إذا لا يجب عليه كتابة 3 أو 4 حتى 5 أسطر، إذا لأنه الخاتمة به يعطينا الخلاصة أو النتيجة التي خرج بها هذا التلميذ من خلال كتابته لهذا المقال.
وفي الأخير إذن هذا عبارة عن مثال أو نموذج بينا من خلاله لأهم ما تناوله التلميذ خلال السنة الدراسية وفي الثورة التحريرية، وأعطينا نموذج في المقال حول هجومات الشمال القسنطيني. إذن وهنا في الأخير يعني ممكن راجينا من الله عز وجل أن يلنا أن ينال هذا العمل إعجابكم، وهذا عمل بسيط. إذن في الأخير إن وجدت بعض الأخطاء فالكمال لله عز وجل، وهذا عمل بسيط لملخص لا نتناول فيه كل ما هو في الثورة الجزائرية أو كل عناصر، وإنما تناولنا فيها أهم النقاط اللي تناولها التلميذ خلال السنة الدراسية. راجينا من الله عز وجل نعاود نأكدوا أنه هذا العمل يكون لله عز وجل وينال إعجابكم. وفي الأخير زوروا موقعنا في أسفل الصفحة. إذن الأستاذ نور الدين، وبارك الله فيكم.